بس دلوقتي بقى حضرتك بترجعنا للسد الاثيوبي، وقبل كده حضرتك اشرت من بدري مبكرا وكل الخبراء على هي منطقه زلازل ايضا، هل قريبه من المنطقه او نفس الشده اللي فيها منطقه الاناضول او شرق الاناضول او شمال الاناضول اللي فيها تركيا حاليا وهذا الزلزال المدمر؟ هل وارد لا قدر الله؟ سد النهضه قريب من الاخدود الافريقي العظيم، وهذا الاخدود شديد النشاط في شرق القاره الافريقيه في اثيوبيا، ولدينا يعني نقول خبره في اثيوبيا نفسها. في سد تكيسة على نهر عطبره حصل فيه انهيار جزئي ومات فيه 47 عامل ومهندس في سنه 2007 وهم بيبنوا السد. وكان في ايضا مشروع اخر على نهر اومو، هذا النهر بيتجه الى كينيا اسمه جيبا 2، حصل فيه انهيار مرتين وهم بيعملوا هذا النفق، نفق طوله 26 كيلومتر، وبعد افتتاحه ب10 ايام انهار مره ثانيه. وهنا بسبب الحقيقه كان السبب ليس زلزال ولكن كان فيضانات شديده. فاثيوبيا فيها الحقيقه كل هذه العوامل، فيها الزلازل زائد ان السدود بصفتها بتنشئ زلازل هي نفسها. يعني احنا عندنا السد العالي بيعمل زلازل بس خفيفه لان المنطقه مستقره. فلما يكون في منطقه معرضه للزلازل اصلا وفيها الفوالق ضخمه، الفوالق في تركيا بتفصل ما بين قارات، يعني مش فوالق عاديه. وبالتالي لما يبقى في سد وبيخزن مثلا زي سد اتاتورك 49 مليار متر مكعب، معناها 49 مليار طن، هذا وزن على طبقات مشققه وفيها فوالق ضخمه، وبالتالي السدود بتشجع على حدوث الزلازل. يعني مش هقول ان السدود هي السبب الرئيسي في الزلازل الحاليه، ولكن المنطقه السدود بتساعد على حدوث هذه الزلازل، ولما بيحصل زلازل بتزداد التشققات وتزداد الفوالق، وهنا في هذه الحاله ممكن السد يحصل له تشقق، ومن هنا تركيا الان بتفرغ بالفعل هذه السدود في الوقت الحالي خوفا من حدوث اي زلازل اخرى، اللي هو يعتبر امر متوقع في الاراضي التركيه. دكتور عباس، في اثنين من الخبراء الفرنسيين كانوا امبارح عاملين تقرير مهم، وهذا التقرير بيتكلموا فيه على خطوره المنطقه، منطقه الاناضول اللي حضرتك بتتكلم عليها، وانه متوقع حسب الخبرين الفرنسيين الفرنسويين اللي امبارح عملوا هذا التقرير بيرصدوا هذه المنطقه وبيحذروا من مخاوف قادمه كمان في الفتره اللي جايه. هي المنطقه منطقه زلازل وده معروف من التاريخ، وبنقول لحضرتك ان فيه الزلازل الكبرى اللي راحت يعني كان ضحيتها عشرات الالاف. وبالتالي هذه المنطقة وما زالت وما زلنا الآن في الزلازل الخفيفة اللي بتحصل حاليا، هي ليست خفيفة هي متوسطة، بس احنا بنقارن بالزلزال الكبير اللي حصل منذ أيام، وما زال هذه الزلازل متوقعة أنها تستمر، وقد تستمر إلى أسابيع إلى شهور. في زلزال 99 التوابع بتاعته استمرت سنوات، وبعد 3 شهور حصل زلزال آخر 7.4. إذا كل شيء متوقع في تركيا، لأن تركيا زي ما بقول لحضرتك هي امتداد الأخدود الإفريقي، ده فالق ضخم، ومن الشمال فالق كبير جدا اسمه شمال الأناضول، ومن الغرب في البحر المتوسط فالق ضخم جدا بيفصل الكتلة الإفريقية عن الكتلة الأوروبية. إذا تركيا هي ملتقى 3 فوالق كبار جدا على مستوى العالم في حوالين الاناضول، فاذا معرض. يمكن ال3 زلازل الكبرى اللي ذكرتهم الان كل زلزال حصل على فالق من الفوالق الـ3، وبالتالي ممكن الفوالق دلوقتي وهذا النشاط الزلزالي في احد الفوالق يشجع الزلازل في فالق اخر، وبالتالي هذه المنطقه خطره جدا. فعشان كده كان المفروض يعني ان التفكير في السدود ده كان تركيا عايزه تعمل 21 سد فقط جنوب تركيا.